في الفقرة الأولى من برنامجكم بلسم، هل تتحول ضخامة البروستاتا من الحميدة إلى السرطانية؟ وأيضا ما هي الأسباب؟ كيف يمكن الوقاية؟ كيف يمكن التشخيص الباكر وأيضا التدخل الباكر؟ مثل ما بنعرف هذه المشكلة تصيب العديد من الرجال بعد بلوغ سن 40، وطبعا مع تطور العمر تزداد نسبة الإصابة باضطرابات البروستاتا، سواء كانت التهابات حادة أم مزمنة، ضخامة حميدة أم ضخامة سرطانية. ضيفنا حول هذا الموضوع البروفيسور سمير السامرائي، اختصاصي أمراض المسالك البولية وجراحتها والضعف الجنسي والعقم عند الذكور في مدينة دبي الطبية. طرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. البروفيسور موجود. السلام عليكم بروفيسور. عليكم السلام، على أهل الدكتور بسام. يا مرحبا. كنا قد تكلمنا سابقا عن التهابات البروستاتا الحادة وأيضا المزمنة وأيضا عن الضخامة الحميدة. نذكر فقط بالأعراض بروفيسور، الأعراض التي يجب على كل رجل أن ينتبه إليها وألا يهمل هذه الأعراض. الأعراض طبعا احنا قبل ما يعني بعيدها وأقولها، غدة البروستات تقع تحت عنق المثانة وتطوق الإحليل مجرى البول اللي ينزل يعني المنفذ من المثانة إلى الخارج ليستطيع تفريغ البول منه. هنالك يعني البروستات الغدة تطوق هذه المنطقة، فإذا التهبت أو أصابها تضخم تضيق الإحليل وتبدأ أعراض التفريغ والخزن في المثانة والإحليل. وأهم الأعراض الخزنية هو الإلحاح يعني والتردد إلى الحمام بكثرة لأن المثانة لا تفرغ، هذا الخزن. والتضيقية هو عدم استطاعة تفريغ المثانة بصورة كاملة، والتيار البول يكون ضعيف عند الرجل، والتردد ليلا ونهارا إلى الحمام بكثرة. هذه الأعراض يجب أن ينتبه لها الرجل. وإذا شعر بحرقة في البول فإن التهاب في الغدة نفسها يكون في نفس الوقت. والتضخم قلنا يحدث ما فوق سن 40 وليس تحت سن 40، هذا أثبتته الدراسات العالمية وكذلك الكلينيكية. ولهذا يجب أن نعرف الإصابة بتضخم البروستات ما تحت سن 40 غير موجود، لأن التضخم هو عبارة عن يعني اختلال التوازن ما فوق سن 40 بين الهرمونات المحفزة والكابتة وكذلك الخلايا الانقسامية التكاثرية والخلايا وجيناتها الكابتة للتضخم. وهذا الاختلال يحدث ما فوق سن 40، والآن إذا حدثت طفرات في هذه الجينات يبدأ التكاثر عشوائيا وليس منتظما وما يسمى بالسرطان. والسرطان ما بعد سن 40 هو الثاني من أكثر السرطانات انتشارا في العالم، والسادس السرطانات المؤدية للوفاة عند رجل، وتبلغ الإصابة في وقتنا الحاضر 17% عالميا، وإن 1 من 10,000 رجل تحت سن 40 قد يصاب بسرطان البروستات إذا كان هنالك عامل وراثي. والالتهابات هل تحت سن 40؟ يعني التضخم مثل ما ذكرت غير موجود في يعني تحت سن 40، لكن الالتهابات قد تحدث بروفيسور. وتبدأ في العشرينات في سن الزواج والسن يعني الرجل في سن الإنجاب والإخصاب ما بين 20 و40 تحدث الإصابة بالالتهابات من جراء الالتهابات المنتقلة من خلال العملية الجنسية، من وأكثرها تنتقل من الغائط، منطقة الغائط تكون قريبة من المنطقة الجنسية وتنتقل إلى الرجل إذا قلت عنده المناعة، وعند المرأة كذلك. ويجب أن نذكر بأنه إذا أصيب الرجل بهذا الالتهاب يجب أن تعالج المرأة
كذلك. نعم. طيب دائما طبعا نذكر بهذا الأمر، إذا كانت هناك إصابة لدى الرجل فلا بد أن يكون أيضا العلاج لكلا الزوجين، مع طبعا الالتزام بقواعد السلامة وبنفس الوقت الامتناع عن الناحية الجنسية طبعا لضمان السلامة لكلا الطرفين. في هناك رسالة ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وموضوعنا عن ضخامة البروستاتا وأيضا سرطان البروستاتا مع ضيفنا البروفيسور سمير السامرائي اختصاصي أمراض وجراحة المسالك البولية والعقم والضعف الجنسي عند الذكور في مدينة دبي الطبية. الرسالة تقول الدواء المعروف طبعا للبروستاتا اللي هو الأومنك، هل يستوي الزوجة أن أو الحرمة الأنثى أن تأخذه؟ لأن أختي عمرها 40 سنة. في الحقيقة الأومنك هو عبارة عن كابت للمستقبلات، مستقبلات الألفا، وهذه المستقبلات الألفا موجودة في عنق المثانة وكذلك في البروستات. وبما أن المرأة لا يعني خلقيا ما موجود، لا يعني لا تملك البروستات ولا موجودة لديها البروستات، والبروستات موجودة عند الرجل فقط. الأومنك له مفعولين، هذا المفعول ماله اللي يرخي عنق المثانة ويرخي عضلات البروستات ليتسنى للمثانة دفع البول بصورة صحيحة، وتحسن كذلك لأن ترخي العضلة تدفق البول يتحسن من جراء التضيق الناتج عن تضخم البروستات. ولكن المرأة قد تحتاج الأومنك في حالة واحدة، وهو في حالة إصابتها بحصى الكلى أو الحالب، لأن هذا الألفا بلوكر أو الكابت للريسبتور أو للمستقبلات الألفية هو عبارة عن مرخي لعضلات العضلات المساء والمتواجدة في الحوض الكلوي والحالب والمثانة، تسهل مرور الحصى الصغيرة وتذهب إلى الخارج. إذن نستطيع أن نعطيها للمرأة في هذه الحالة فقط. نعم، إذن هناك يعني طبعا هذه يعني هذه مفهوم نعم مزدوج مفهوم. نعم، هذا الدواء طبعا يعني وأيضا غيره من الأدوية يعطى بعد استشارة الطبيب وبعد الفحص السريري وأيضا يعني وفق خطة علاجية يحددها الطبيب. طيب ذكرت في أكثر من مرة موضوع التلوث أيضا كسبب أو كعامل متهم للإصابة بالعديد من التهابات البروستاتا وأيضا نعم سرطان. هلا دكتور بسام، الالتهابات قلنا يعني اولا التلوث البيئي المائي والهوائي والغذائي، وبنفس الوقت من جراء ذلك تغيرات ونقص في المناعه الذاتيه للاعضاء والعامه للجسم. هذه تؤدي للالتهابات في سن الشباب، لان هذه تؤدي الى 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 ضعف المناعه مؤديه بعد ذلك الى انتقال الجراثيم الموجوده في المنطقه الجنسيه بكل يعني كل شخص موجوده ملايين من الجراثيم، لان المنطقه الغائط والمخرج قريبه عن المنطقه الجنسيه، والجراثيم القولونيه والمعدويه موجوده هناك. اذا انتقلت الى المهبل تنتقل الى الرجل عن طريق الحيل وتتصاعد الى البروستات ويحدث الالتهاب اذا كان هنالك استعداد من هؤلاء الاشخاص والاستعداد يحدث في قله المناعه او الاصابه بامراض اخرى ايضيه او 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 غير ايضيه. السكري من الامراض اللي تهيئ أو استعداد هؤلاء للإصابة بأكثر من الباقين، وكذلك الأمراض الأخرى. وهذا يجب أن نقول ما فوق سن 40 إذا تضخمت البروستات الالتهابات تزداد يعني ترتفع وتزداد، لأن التضخم يؤدي إلى قلة في المناعة الذاتية لهذه الغدة. طيب عندي اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. من معي عفوا؟ معك ابو علي. اهلا وسهلا فيك، تفضل اخي العزيز. بغيت اسال البروفيسور. موجود معك، تفضل. سويت عمليه قبل 3 شهور بخصوص التضيق في المسالك البوليه، وطلعتني الدكتور ادويه ومن الادويه أومنك، بس الأومنك وقف القذف
في مشاكل ولا شو أمور طيبة ولا كيف؟ طيب شو العملية هي؟ شو كان السبب؟ العملية كان متضيق ضيق في المسلك البولي. نعم. إيش كده طيب. عمره أبو علي؟ ستة العمر أبو علي 26 26 وشو كان التضيق؟ شو سبب التضيق؟ أنت بعمرك 26 سنة التهابي؟ هي أكيد يمكن التهابي معك إيه، لأنه هو لازم يشخص. أبو علي أولا تشخيص أكيد كان تضيق التهابي يحدث بالإحليل. إحنا ما نسوي التضيق، نسميه التضيقات المستوعبة من جراء الالتهابات التي لم تعالج مبكرا. واحد، تتكون ندبة ويصير تضيق تنفتح، بس الأومنيك هذه المادة هي كابتة للمستقبلات الموجودة في العنق المثاني والبروستات. هلا إذا كبتناها سينفتح العنق المثاني، وفي حالة القذف والعملية يرجع القذف إلى الخلف، لأن العضلة الحلقية أمام المنطقة القاذفة تغلق وتبقى يعني تغلق في حالة الانقطاع البول أو انتهاء العملية التبول، ولكن تنفتح في حالة القذف وينغلق العنق المثاني، وهذه المادة تفتح العنق المثاني. طيب. تفتح ويرجع القذف إلى الخلف. طيب شو الحل بروفيسور بحالة يقطع الأومنيك بعد مراجعة الطبيب طبعا؟ إذا نعم. لم يتراجع يجب أن يراجع الطبيب المختص ليعرف ما سبب ذلك. إذا قطع الأومنيك 3 أيام يجب أن ترجع الحالة إلى حالتها الطبيعية. لا رجع طبيعية، أنا قطعت الأومنيك رجع طبيعي أمور طيبة. إذا السؤال أجبته هنا بنفسك أبو علي. أيوة بس يعني هو لها ضرر مستقبلي ولا ما لها خص؟ لا ما إلا ضرر، بس هذه من الأعراض الجانبية لهذا الدواء، والطبيب لازم يقول للمريض. هل خبرك الطبيب اخي ابو علي ما خبرك؟ أكيد. نصيحه أكيد. نعم نصيحه لكل مريض، يعني اي دواء حتى لو كان مسكن الام، حتى لو كان، دائما نسال الطبيب قبل ان نغادر عياده الطبيب هل هناك تاثيرات جانبيه، ما هذه التاثيرات، واذا حدثت هل اتوقف عن تناول الدواء ام اعود لك؟ يعني عدد من الاسئله مهمه جدا، وبنتمنى دائما من الاطباء حتى يبادروا بهذه المعلومات. نعم. زرتها قبل أسبوعين. نعم. وأعطاني نفس الأدوية، يمكنها نسى أني قلت له هذا يوقف. ما بيصير الطبيب يا أخي العزيز. نعم. يجب أن تذكره يعني الذكرى. يعني أكيد طبعا حتى لو نسى، لكن يعني يفترض دائما بالنسبة للطبيب هناك سجل، والسجل كل المعلومات موجودة حول حالة المريض. المفروض ذلك. طبعا وإذا في أي استفسار آخر أخي أبو علي. لا طيب. نتمنى العافية إن شاء الله. شكرا لاتصالك، نتمنى لك الصحة والسلامة. وطبعا نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414، والرسائل النصية القصيرة على 4006، وموضوعنا عن ضخامة البروستاتا، هل تتحول إلى سرطان البروستاتا وما هي الأسباب، كيف يمكن كشفها باكرا، كيف يمكن تفاديها أيضا، وأيضا الخطة العلاجية مع ضيفنا البروفيسور سمير السامرائي، اختصاصي أمراض المسالك البولية وجراحتها والعقم عند الذكور في مدينة دبي الطبية. في هناك عدد من الرسائل، منها هل هناك تحاليل للكشف الباكر، أيضا هناك دم، هل يعني له أي دلالة، ما هي أو مخاطر، منجاوب على هذه الأسئلة، لكن أكيد بعد الفاصل مع ضيفنا سمير السامرائي اختصاصي أمراض وجراحة المسالك البولية والعقم عند الذكور في مدينة دبي الطبية. السلام عليكم بروفيسور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الأسئلة سؤال، هل دواء الثايروكسين يقلل الرغبة الجنسية عند الرجل؟ شو اسم الدواء؟ دواء الغدة الدرقية، الثايروكسين، هرمون الغدة الدرقية. لا بالعكس، إذا كان هنالك إفراط في أو انخفاض أو يعني نسميه انخفاض في نسبة الثيروكسين في الغدة الدرقية، يعني احنا نسميه هذا الهايبوثيرويديزم، يعني هو عبارة عن يعني عدم انتاج الغدة للهرمون بصورة كافية، يؤدي الى الضعف الجنسي.
إذا لم تعالج، ويؤدي إلى العقم إذا لم يعالج. هذا ذكرته في حلقات سابقة. طيب طبعا مثل ما بنعرف في أكثر يمكن من 100 دواء لها لهذه الأدوية تأثيرات جانبية. من هذه التأثيرات الضعف الجنسي، منها الأدوية المضادة للاكتئاب، أدوية القلب والضغط وغيرها، يعني كثير أدوية. لذلك دائما نعم. المضادات للضغط والاكتئاب هذه، وكذلك كافتات الحموضة في المعدة، هذه من الأدوية المعروفة اللي تؤدي إلى الضعف الجنسي. طيب نتمنى دائما هذا نعم نعم نسأل الطبيب عن التأثيرات الجانبية لأي دواء، طبعا لأنه حتى هناك أكثر من 150 دواء من الأدوية اللي كثير أشخاص بيأخذوها بسببوا الاكتئاب وغير، يعني حتى والضعف الجنسي. فنتمنى دائما نسأل عن التأثيرات الجانبية. عندي اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا دكتور بسام. يا أهلا وسهلا. مين معي؟ عفوا. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. أنا اسمي توفيق مصطفى. أهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. كنت أراجع البروفيسور سمرائي ورحت الله يكرمك عشان شغلة البول شوي، أنا تعبان منها يعني بشكي منها. نعم. هو بعرف حالتي بس تذكر الاسم بعرف الحالة إذا كان سمعني هو. نعم. أنا رحت وطبعا ما بعرف يعني العلاج ما استفدت منه صراحة، يعني مع أنه الفاتورة عالية جدا، يعني طلعت حوالي 2000 درهم غير العلاج وما استفدت. فرحت أراجع، المراجعة يعني عند كل الأطباء بتكون مجاني لأنه مراجعة، لأنه أنا ما استفدت. لو بعد متى راجعت أخي العزيز؟ أنا رجعت تقريبا بعد حوالي 3 أسابيع 4 أسابيع لما خلصت الدواء، حتى قبل ما أخلصه بيومين أو 3 أيام ما استفدت. شو يعني عمرك؟ إجلال عمرك والله؟ عمري 70 سنة. 70 سنة وعندك تضخم بالبروستات، والتضخم ما يعني أي تضخم؟ لا لا ما تقدر تعالج خلال 3 أسابيع، ما ممكن. طيب والفاتورة هذه فحوصات مختبرية في مختبر خاص لنعرف هل عندك سرطان أم لا. وتضخم البروستات في 70 سنة يكون نسبة الإصابة به بسرطان البروستات من 6 رجال، من 10 رجال 6 يصابون بسرطان. ولهذا يجب على كل طبيب متخصص أن يعمل هذه الفحوصات المختبرية الغالية ليعرف هل هنالك سرطان أم لا، لأن من 10 رجال يصابون 6 بالسرطان في عمرك. ولهذا يجب أن أعطيك دواء، ولا يستطيع أي دواء في العالم أن يعني ينجوك أو يخفف من الأعراض خلال 3 أسابيع، ويجب عليك أن تلتزم بالعلاج لمدة 3 إلى 6 أشهر لينخفض التضخم والتضيق والأعراض 20% فقط. وإذا كان التضخم متقدم يجب أن تبخر البروستات بالليزر، وهذه الطريقة العالمية، وكما أكدت في سان فرانسيسكو وأنا كنت حاضر فيها قبل 4 أسابيع لجمعية أطباء المسالك البولية الأمريكية في سان فرانسيسكو، وأكدت بأن العلاج الدوائي يجب أن يكون المريض صابرا لمدة 3 إلى 6 أشهر. طيب أخي توفيق، أنت مشكلتك يعني بالفاتورة ولا مشكلتك؟ لا لا لا، الفاتورة مش مشكلة، لأنه أنا راجعت وبرضو في المراجعة كمان طلع علي فاتورة حوالي 1000 وشوي. وأنا في بداية العلاج ارتحت فعلا، يعني إجاب نتيجة العلاج، لكن في النهاية يجب أن تستمر. طيب خلينا نسمع بروفيسور، خلينا نسمع الأخ توفيق. نعم. ما ممكن يعني واحد بيسأل البروفيسور يقول له الفاتورة مالتك. أني طبيعي ما في مشكلة. طيب نسمع هذه لا ما أقبلها. طيب ما في مشكلة. طيب أنا ما معترض على الفاتورة، أنا بقصد عند المراجعة. طيب سؤالك هو لا العلاج مفروض يكون في سان فرانسيسكو، وأني كبروفيسور كنت حاضر ومشترك فعال في ومدعو من هنالك. طيب أخي توفيق. طيب نعم. إذا في أي مشكلة طبعا راجعني نعم. رجاء وما بتحتاج أن تدفع أي شيء، أريد أعرف شو السبب أمام الله. وواجب الطبيب هو أمانة أمام الله علاج المريض وليس أخذ الأموال منه. وإنني العلاج هذا ما له علاقة بالفحوصات المختبرية الغالية، لأنها بعمرك هذا سرطان من 10 أشخاص يصابون بالـ6، وأنا يجب أن أقوم بالواجب.
طيب. ما عندي سرطان ولا عندي بروتستات. لا انت شلون اعرف؟ شلون اعرف هذا ما عندك سرطان؟ طيب الموضوع مشان ما يكون شخصي اخي توفيق، واذا لا. يعني انا بتواصل لا. معك بعد انتهاء البرنامج هذا. طيب واحد طيب. وطبعا شكرا لاتصالك. دائما نقول طبعا اي يعني من حقك كمريض ان تسال الطبيب، حتى لو كانت الفاتوره 1000 ولا 100000 ولا مليون، بكل بساطه بتسال الطبيب عن تفاصيل نعم طيب بشكل عام. نعم لا لا انا اتكلم طيب. يجب ان يقراوا ما هذا المرض ولماذا لا تتحسن الاعراض خلال احنا موجوده بالوطن العربي. هلا بالمانيا مستحيل واحد مريض مثل توفيق بعمره 70 سنه بيقول لي كذلك. الامراض بالمانيا انا عشت 30 سنه وبروفيسور هناك يشكروني على ذلك ويعرفون بانه 3 إلى 6 أشهر يجب ان يتم العلاج. وكذلك الفاتوره الغاليه هي للمختبر وليس لي، وهي حمايه له ووقايه من السرطان. نعم طبعا كان يفترض بالاخ توفيق يراجعك مباشره، وطبعا مع احترامي نعم. ما مشكلة ما مشكلة طبعا يعني ما مشكلة دائما نحن بنحاول نعم دائما نحن بنحاول. أنا طبعا يعني حتى لدي حالات، أنا أذكر لدي حالات حولت لي البروفيسور وتم علاجها مجانا بدون مقابل. منها نعم منها منها نعم منها لو سمحت لي طيب من منها بروفيسور طيب منها بروفيسور هو يعني أحد زملائنا في الإعلام وكان لديه سرطان. نعم قبل طيب. ما يتكلم طيب. هو لازم يقرأ ما هذا المرض ب70 سنة. ما في مشكلة إن شاء الله، ونتمنى دائما الصحة والسلامة. ما عنده سرطان شو تعرف أنت عندك سرطان إذا ما أسوي لك الفحص؟ طيب في اتصال آخر. أنا بحكي على السرطان دكتور لأن لازمك للمستمعين كلهم. طيب السرطان عامة يتكون حين تبدأ خلايا في الجسم بالتكاثر عشوائيا وبدون رقابة في الجسم المصاب، وتصاب يصاب بالسرطان خلايا في كل منطقة من الجسم. هناك أنواع من السرطان تصيب الجسم، وقد يبدأ سرطان في الرئة والثدي والقولون وكذلك في الدم وكذلك في البروستات والمثانة والكذا. والبروستات خاصة إذا تضخمت، وفي سن 70 يصاب 6 رجال بسرطان البروستات، ويجب على كل طبيب أن يفحصه بالمستفدات مستفد البروستات والفحوصات الأخرى التي تدل هل تدل على سرطان أم لا، لأن من 10 6 تصور يعني حوالي 80% من هؤلاء الفوق 70 عندهم سرطان. يجب أن تقوم بفحوصات متميزة وغالية لتنقذه، ولو هذا المختبر يأخذه والسونار. السونار من خلال المستقيم يكلف خارج يعني في خارج العيادة بكل مكان 1500 درهم لوحده، ويجب أن يعمل له فوق 70 سنة. نعم طبعا نحن طبعا نعم مو مشكلة على المرضى السامعين طيب. لأن هذا يعني نعم نعم أنا أقوم بواجبي للمرضى الفقراء، ما بأخذ منهم، أقول لهم المختبر تدفعوه روح سووا بالخارج وجيبوا النتائج. على العموم يعني هذا موضوع يعني آخر من تابع يعني موضوعنا. نعم رسالة يعني تقول يعني رسالة عدم طيب. هذا يسموه عدم الـ 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 يعني والله طيب رسالة 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 تقول هل هناك تحاليل للكشف الباكر؟ ومثل ما بنعرف من يفترض بكل شخص رجل بلغ 40 من العمر أن يراجع طبيب المسالك البولية ويختار الطبيب المناسب له. يعني لدينا في القطاعين الحكومي والخاص عدد كبير من الأطباء المتخصصين في هذا المجال، وطبعا كل مريض يذهب إلى الطبيب المناسب لحالته، وأيضا إذا كان لديه تأمين أو ما لديه تأمين. وهذه التحاليل ما هي؟ كيف يمكن أن يتم الكشف الباكر بروفيسور سمير؟ في الحقيقة احنا قلنا سرطان البروستات فوق 40 هو الثاني من الأكثر السرطانات الأخرى اللي يصاب بها الرجل، والسادس من السرطانات المؤدية للوفاة والموت عند الرجل ما فوق 76 سنة الثاني من اللي يؤدي إلى الوفاة، ويجب أن يعرفه كل شخص. وتبلغ الإصابة في وقتنا الحاضر 20% سنويا وعالميا الإصابة بذلك. طيب في عندي اتصال. نعم لا ويصاب 900,000 رجل في أمريكا رغم تقدم التشخيص و المختبرية. ويجب أن يعرف المريض بأن السمنة والتدخين وتناول اللحوم الحمراء
وكذلك نقص الفيتامين دي ونسبة أو يعني تناول الأجبان بالصورة اللي تحتوي على الكالسيوم. هاي نتائج جديدة من سان فرانسيسكو تؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة. طيب. ويجب على كل مريض أن يراجع الطبيب ويفحص أولا البول والبروستات. نحكي عن التحاليل. نعم نحكي عن التحاليل بروفيسور، بس عندي اتصال أيضا. ألو السلام عليكم. ألو وائل، عندنا اتصال. طيب يبدو انقطع الاتصال، وأعتذر من الأخ المستمع. مذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414، والرسائل النصية القصيرة على 4006، وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. وضيفنا البروفيسور سمير السامرائي، اختصاصي أمراض وجراحة المسالك البولية والعقم عند الذكور في مدينة دبي الطبية، في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام، مين معي عفوا؟ أحمد. أهلا وسهلا فيك يا أخي أحمد، تفضل. واللي عمرك ما تخبرك عن سألت البروفيسور بخصوص الأغلاف الشرياني للبروستات. العمليات حديثة الآن تتم عن طريق الشريان وتنخفض وتتقلص البروستات بسبب قطع أو سد الشريان والبروستات. ناقشناها في سان فرانسيسكو قبل 4 أسابيع، وأنا كنت مشترك فعاليا في هذه المؤتمر أطباء المسالك البولية الأمريكية، وكان حاضر 15,000 طبيب و3,000 عالم، وكنا متفقون على الآتي: العملية ضد التضخم وتضخم البروستات إذا كان حجمها ما فوق 60 وتسبب أعراض شديدة تفريغية وخزنية، يجب أن تكون الستاندارد وأحسن طريقة هي تبخير البروستات بواسطة الليزر. العمليات الأخرى هي تحت التجارب الكلينيكية، ولحد الآن لم تؤكد هذه الطريقة بأنها ناجحة. لا نعرف ما يحدث بعد 2 أو 3. هل الجواب واضح أخي أحمد؟ شكرا لاتصالك، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي عفوا؟ يا معك الصادق السوداني. أهلا وسهلا فيك أخي، تفضل. الله يخليك. بدل الدكتور، أنا حقيقة عمري 50 سنة، وفجأة بديت أحس إنه يعني بحس بتضايق في البول، ولكن لما النزل يكون أقل من الإحساس اللي أنا بحسه. نعم. وبعدين أنا عندي غرحة معدة قاعد استعمل اللي هو لانزور. نعم. فده استخدمته أساسا ممكن عملية ساعة 1.5 شهر، وفي الشهر الأول التبول الطبيعي، لكن بعد الشهر و15 يوم دي فبدأت أحس بالحالة دي. طيب بروفيسور، شو هذا الدواء اللي يتنازع ضد الحموضة بالمعدة؟ لا شو العلاج اللي يتناوله أو ضد القرحة في المعوية؟ ضد قرحة المعدة. نعم لانزور. أي بس هذا ما إلى علاقة في التبول، ولا علاقة في الخزن المثاني، ولا يعني أو القوة للتبول. هو التغيرات في التبول، إن كان ضعف في تدفق البول أو إلحاح في التبول أو حرقة في البول، له علاقة في البروستات، لأنه كما قلت مقدما البروستات غدة تطوق الإحليل ما تحت قاعدة المثانة، وهذا ما يؤدي إذا تضخمت أو التهبت، وفي سنك 50 قد يكون التضخم، وإحنا قلنا فوق 40 يصاب كل الرجل، هذا التضخم حسب الدرجة. وثانيا قد أصبت بالتهاب مفاجئ ويحدث دائما بعد العملية الجنسية بدون أن تشعر بشيء في أول يوم، وبعدها تتفاقم هذه الأعراض ويبدأ التدفق البولي بالضعف والإلحاح والحرقة بالبول، ويجب أن تراجع الطبيب المختص ليعرف
التضخم وكذلك الالتهاب اللي مصاحب لل. طيب هل راجعت أخي العزيز، هل راجعت أي طبيب مسالك بولية خلال الفترة الماضية؟ لا ما طيب لازم تراجع طبيب. لكن ما في تدفق بول يعني فهمنا عليك الـ نعم نعم أخي العزيز. نعم التدفق بالبول نعم. هو ضعفه من جراء البروستات، لأن قلت لك البروستات تطوق المجرى البولي. نعم نعم. والمجرى البولي طيب. يتدفق منه البول للخارج، إذا طوقته والتهبت ضيقته، إذا تضيق صارت الصعوبة الأعراض. نعم نعم الأعراض اللي موجودة عندك قد تكون يعني يا شيخ صراحتها إذا تضيقت مثل الأنبوب، إذا تضيق الأنبوب التدفق كل سائل يكون صعب و متأخر. نعم ذكرنا نعم ذكرنا مرات عديدة طبعا أعراض الأعراض المرتبطة سواء كانت بالالتهابات في البروستاتا أو حتى ضخامة البروستاتا، منها ما تشكو منه أخي العزيز، فقد يكون السبب يعني مشكلة في البروستاتا، فعليك أن تراجع نعم عليك أن تراجع طبيب المسالك البولية لتشخيص المرض، وطبعا إذا ما تبين السبب يمكن أن يضع الخطة العلاجية المناسبة. شكرا لاتصالك ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. اتصال آخر. السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاسم ممكن تخفف على صوت تخفض صوت الراديو من بعدك إن شاء الله. طيب. كيف الحال دكتور؟ إن شاء الله بخير دكتور بسام. يا أهلا وسهلا. مين معي عفوا؟ زين معك عبد العزيز. الله أهلا وسهلا بك أخي العزيز تفضل. معلش أسأل الدكتور إذا سمحت. يسمعك دكتور. أنا من يوم سمعت المعلومة إن واحد لازم شيء يكثر شرب ماء، أنا أطول أشرب مي كثير، لكن خلال أقل من ساعة لازم أروح أدخل الحمام، هل هذا الموضوع طبيعي ولا في مشكله؟ كم بالتعب. كم لتر بتشرب يوميا؟ يعني كل ما اشرب مثلا 500 لتر لازم بعد ساعه 500 ملي لتر. نعم نعم 500 لازم اطلع، هل هذا طبيعي ولا لا؟ العمر. والسؤال الثاني اكون على الطريق مثلا على الفجيره طريق بعيد وما في حمام انحصر، هل ياثر شيء سلبي هذا الشيء؟ طيب. العمر اخي العزيز 37 عام. 37. هل في عندك سكري او لا سمح الله امراض اخرى تاخذ ادويه؟ ومن متى هذه الاعراض؟ من متى؟ من يوم صرت اكثر شرب ماء. من يعني هل الى شهر شهرين يعني سنه سنتين؟ نعم سنه سنتين. لا لا من اقل من 16 سنه. ومن نصحك بتكثير الماء؟ ما اسمع الراديو والدكاتره لازم تكثر ماء، فانا على طول اجيب مي واشرب اجيب مي واشرب، بس لازم ما اشرب ماء لازم اروح. لا لا انا اكو غلطه. زين هلا شكرا شكرا لاتصالك وتسمع الجو تفضل. في الحقيقه الماء شربه واجب، ولكن هنالك حدود لشرب الماء. نعم. في حاله الاصابه بالحصى قلنا 3.5 لتر إلى 4 لترات في الصيف، في الشتاء تنزل إلى لترين ونص، هذا يحتاج الجسم. الآن إذا حدث شيء آخر وسمع عن طريق الراديو أو بأن يشرب ماء بكثرة، يحدث الآتي: الماء الذي يشرب يرشح من الكلى كبول وينزل إلى المسالة بكثرة. إذا نزل بكثرة طبعا سعة المثانة يعني ربع إلى 400 سي سي، وإذا شرب كمية يجب أن يذهب إلى الحمام. نعم. إذن أكو توازن من لا شيء لا يحدث شيء. إذا شربت ما كمية كبيرة من الماء ستضطر إلى التبول، لأن الكلى طيب. بصحة جيدة والمثانة تمتلئ وتحدث في ويحدث لك. طيب بدقيقة واحدة طبعا بدقيقة واحدة حصر البول هل يعني له أضرار بالنسبة للأخ عبد العزيز؟ حصر البول مضر لكل شخص، لأن يرتفع الضغط في المثانة ويرتفع الضغط في الكلى، يسبب التهابات إلى تلف ركودة والتهاب. نعم ركودة والتهابات، وطبعا دائما يفضل عدم التأخر في تفريغ المثانة حينما يشعر الشخص بذلك أيا كان السبب، سواء كان في اجتماع ولا في أي مكان آخر، لأنه حتى ما تحدث مثل ما ذكرنا الركودة أو الالتهابات الناجمة عنها. وكل الشكر للبروفيسور سمير السامرائي اختصاصي أمراض المسالك البولية وجراحتها والعقم عند الذكور في مدينة دبي الطبية. بروفيسور سمير شكرا جزيلا لك. أهلاً وسهلاً.